معي من الموصل عبر الهاتف الفريق عبد الوهاب الساعدي، قائد محور جهاز مكافحة الإرهاب. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عبد الوهاب. معركة الموصل وفق كثيرين قد تكون أسوأ ما شهده هذا القرن، فأقل ما يحكى هنا فلول داعش وحساسية هذه المعركة، ماذا يمكن أن نعرف عنها؟ مرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. يعني معركة الموصل هي لا تعتبر أسوأ معركة، وإنما هي أعقد معركة. نعم، معركة معقدة لما فيها من تداعيات كثيرة. يعني نحن قاتلنا في مدينة يوجد فيها حدود 3 ملايين شخص، إضافة إلى عشرات من الآلاف من المجاميع الإرهابية المتواجدين بين المدنيين. فالعملية عندما تتم التقدم من حي إلى حي، يجب أن نحافظ على البنى التحتية ونحافظ على المدنيين ونحافظ على قطاعاتنا، ويتم قتل الإرهابيين. هذه التعقيدات التي هي كانت موجودة، إضافة إلى التعقيدات الأخرى أنه تحديدات استخدام الأسلحة الساندة الثقيلة، وإضافة إلى تحديدات استخدام السلاح الجوي أو الضربات الجوية حفاظا على المدنيين. أما هي معركة من الناحية العسكرية، بالعكس هي معركة تعتبر يعني معركة مثالية، معركة نموذجية رغم كل التحديات التي حدثت فيها. صحيح، معركة سيئة، معركة يعني بإطار أنه صعبة وفيها تحديات كثيرة. طبعا هذا لا يعني سلبا فيما يتعلق بالقوات العراقية، ولولا هذا بالعكس لما كنتم استعدتم الموصل. هذه المرحلة كيف تخوضونها سيد عبد الوهاب للتخلص من فلول داعش، وهي المرحلة المهمة جدا قبل إعادة بناء الموصل، وهي من أبرز أهداف الحكومة العراقية؟ يعني الموصل بكل أحياء اللي موجودة، اللي أكثر من 120 حي، كل الأحياء اللي موجودة. هسه لو أخذنا الساحل الأيسر، الساحل الأيسر منطقة آمنة ومستقرة وعادت فيها الحياة، ولا توجد فيها أي نسبة دمار تذكر. أما في الساحل الأيمن، المعارك القاسية التي دارت هي دارت في المدينة القديمة لطبيعتها الجغرافية وتواجد كل الدواعش المنهزمين والمنسحبين واللي متواجدين، وتواجدوا في مدينة لا تزيد مساحتها عن كيلو متر مربع. فهذه المنطقة اللي تواجد فيها مئات، بل وصل العدد إلى آلاف من المقاتلين الإرهابيين الدواعش من العراقيين والعرب والأجانب، ولكن تم القضاء عليهم بأجمعهم ضمن المنطقة هذه المتواجدين فيها ضمن القواطع المخصصة لكل القوات المسلحة. لكنه رغم اللي دمار اللي حدث بالمدينة القديمة، سواء من العبوات والبيوت المفخخة، والإضافة إلى بعض الضربات التي ممكن أنه أحدثت بعض الدمار في المدينة كونها بيوت قديمة، لا زال قسم قليل جدا بقية. هل من عدد تقريبي؟ يعني بالنسبة إلى قاطع جهاز مكافحة الإرهاب حتى هذه اللحظة، بعد تم إلقاء القبض على كل العناصر اللي متواجدين ضمن القاطع. أنا أشكرك جزيلا، الفريق عبد الوهاب الساعدي، قائد محور جهاز مكافحة الإرهاب.